اوكي السلام عليكم، اسمي ادريس سويس. مع تحياتي لكم طبعا جميعا، اي واحد بيشوف هذا الشريط او الفيديو. فانا يعني جاي من عائلة الحمد لله رب العالمين كلها تقريبا شبه فنانين. الوالد اعطانا الموضوع هذا لانه كان الوالد يشتغل على الحجر، في الاخوان بيشتغلوا على الزجاج، وانا الحمد لله رب العالمين بشتغل على الخشب. ولكن في البدايه انا صنعتي طبعا في الحديد، يعني صنعتي كلها حديد كانت في السيارات، بس هاي موهبه من ربنا سبحانه وتعالى اعطاني اياها على اساس انه انا برضه ارتست، يعني بخطط برسم بحفظ على الخشب على الزجاج على حاجات كثير، وهي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين حيفضل من الله عز وجل انه احنا يعني نوع من انواع الفن تقريبا، شبه يعني تقريبا اخواني كلهم اشتغلوا في نفس الموضوع، لانه كانت هاي في الاسره اللي انا تربيت فيها طبعا كلها في مجال الفن والحمد لله رب العالمين. بالنسبه لاسم حياتكم، انا اخترت اسم حياتكم لانه اول شيء بيعني بالعربي، طبعا بيعني بالعربي ان الحياه كلها، طبعا بدون الدين والاسلام ما في حياه، هذا في نظري، ولكن لهالسبب انا اخترت هذا الاسم حياتكم على اساس تكون معروف انه هاي كل الحياه هي موجوده عباره عن دين. فلهالسبب هي في بدايه الامر هي طبعا تتبع على انه في موهبه، الموهبه هاي هي اللي بتخليني انا ابتكر الحاجات وانا اشتغل. عدد مرات كثير يعني بكون حتى نايم بحلم في ديزاين انا عاوز اسويه، فبصحى من النوم بسجل الديزاين على اساس الصبحيات ان شاء الله اكون مسويه. فهي الشغله كلها عباره عن انها موهبه قبل ما تكون انها فن موهبه، لانه انت بتنمي الفن اللي لك، فالفن من كثر ما بنشدك ما بحب الموضوع هذا الفن هذا بتيجي الافكار، يعني الصوره اللي بخلصها بتكون فكره في دماغي جديده فبطبق الفكره بتاعتي، فهذه هي تعود الى الموهبه. والحمد لله رب العالمين انا عندي ديزاين، مش دارس ديزاين انا، انما بتكر من عند الحاجة. الله هو ذا الخبير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد is the messenger to Allah. محمد رسول الله.